إنشاء نشاط التحديد Identify Sales. افتح مؤلف الجيكليك افتح المشروع جيكليك كما نرى من فايل اوبن واختيار جيكليك اذهب الى قائمة اكتيفيتيز انقر على ايقونة اضافة نشاط جديد اختر النشاط Identify Sales اكتب اسم النشاط انقر على زر اوكي اذهب الى التبويب بانل قم بتقسيم اللوحة الى 4 مربعات سنقوم بوضع صورة في كل مربع كما نرى بالضغط على المربع ثم image new media project ونختار المكان الموجود فيه الصورة وليكن الأسد ثم اختيار باقي الصور وضعها في الميديا اوبجكت كما نرى صورة الأسد أوكي نختارها في المربع الأول ثم نضغط على المربع الثاني ونختار صورة الأوزة نضغط أوكي والمربع الثالث نختار صورة الببغاء ثم صورة البطريق كما شاهدنا قم بتفعيل الخيار المحتوى البديل الالتريتيف كونتنت ثم اضغط الت قم بكتابة المحتوى البديل لكل مربع بالضغط على كل مربع ثم نضع التكست الخاص به كما نرى فالأول خاص بالأسد حيوان قوي والمربع الثاني بالأوزة طائر جميل
والمربع الثالث خاص بالببغاء طائر يغني. والرابع البطريق طائر يعيش على البحر. اذهب الى تبويب العلاقات relationships، انقر على الوزة والبطريق والببغاء كما نرى، واذهب الى علامة التبويب الرسائل، اكتب في الرسالة الاولية حدد الطيور في هذه اللوحة. ويمكن أن تضع التنسيقات الخاصة بالفونت كما ترى. اكتب الرسالة النهائية وهي أن الأسد من الثدييات. انقر على أيقونة التشغيل كما نرى، فنرى النشاط النهائي الذي قمنا بعمله.